بطولات مهمة جدا جدا، وده بيضع ضغط عليهم في الموسم القادم. عشان كده هناخد معانا على التليفون الكابتن عبد الله عبد السلام قائد الفريق الاول للكره الطائره بالنادي الاهلي عشان نتكلم معاه اكتر عن استعداداته للموسم القادم. كابتن عبد الله ازي حضرتك؟ الله يخليك يا كابتن عمر، الحمد رب العالمين، ربنا يطمنا عليك يا رب، ربنا يخليك. طبعا 3 بطولات الموسم الماضي منافسه قويه جدا، كنتم متالقين بسم الله ما شاء الله، اكيد بيضع ضغط عليكم في الموسم القادم، عايز اعرف استعداداتكم للموسم القادم عامل ازاي؟ طبعا برحب بحضرتك صوت البرنامج، برحب بجميع النادي الاهلي. طبعا بتكلم بالنسبه لاستعداداتنا، طبعا احنا دلوقتي في فتره اعداد المنتخب، عندنا ان شاء الله باذن الله كاس عالم في بلغاريا في شهر 9. طبعا في 9 لعيبه من النادي الاهلي موجودين حاليا في المنتخب، والناس اللي مش معانا في المنتخب طبعا تالت بقى لها 4 ايام بتيجي في النادي، ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرم فينا نخلص شهر 9 ونرجع للنادي باذن الله. طموحاتك يا كابتن عبد الله مع النادي الاهلي يعني الموسم القادم بالنسبه لك، اكيد حققت ب3 بطولات غاليه جدا، قائد فريق ولاعب من اللعيبه المميزه محليا وعالميا بسم الله ما شاء الله، طموحاتك ايه؟ هل هو ده يعني فوزكم ب3 بطولات بيصعب عليكم الموسم القادم؟ ما ينفعش طبعا لاعب النادي الاهلي يتنازل عن بطوله، دايما النادي الاهلي عينه على المركز الاول. مظبوط طبعا مع حضرتك، طبعا انا من ابناء النادي الاهلي، طبعا حلمي او احلامي كلها مع النادي الاهلي ان انا بفوز بجميع البطولات. طبعا لو كان في عندنا كان حظ يعني كنا اشتركنا في بطوله عربيه، طبعا كانت تبقى لينا بطوله رابعه. الحمد لله رب العالمين لسنه من السنين او كام سنه حققنا 4 بطولات، فطبعا لا بالنسبه لنا اي بطوله لازم نخشها، لازم عندنا عيننا على المركز الاول، فدي طبعا حاجه مش جديده على اولاد النادي. طبعا مش هتقدر تحت ضغط، عشان احنا المفروض احنا بنجيب مركز اول، فربنا يسهل ان شاء الله رب العالمين السنه الجايه نقود باذن الله 4 بطولات افريقيه عربيه دوري كاس، ربنا يكرم ان شاء الله ويقوم نصيبنا باذن الله رب العالمين. شايف مين اقرب منافسين للنادي الاهلي يا كابتن عبد الله؟ طبعا اكيد في نادي الزمالك طبعا ونادي صلاح الجيش ناس، بس النادي فيه 2 محترفين طبعا، فطبعا كله بيحاول ينافس طبعا كله بيحاول يستعد 2 محترفين كويسين عشان ينافس النادي الاهلي، فعلى ما اعتقد الدوري السنه الجايه يبقى قوي جدا، هتلاقي فيه الزمالك، فيه طلائع الجيش، فيه سموحه، طبعا فرقه محترمه جدا، وهتلاقي الدوري ان شاء الله يبقى اجمل في السنه الجايه. هل برجوع صلاح ورؤوف الموسم ده هيكون فارق معاكم في ادائكم في خلال البطولات الـ4 اللي جايه ان شاء الله؟ طبعا طبعا احمد صلاح نجم كبير واحسن لاعب في افريقيا طبعا، مواسم وربنا يكرمه ربنا يكرمه، طبعا طبعا اضافه لينا خبرته ومستواه واسمه طبعا يضيف للفرقه اضافه جامده جدا في الكاسه، طبعا لعيب خبره ابن النادي الاهلي موسم منتخب مصر، لعيب طبعا على اعلى مستوى هو كمان، ان شاء الله رب العالمين يحترم معانا جدا، ودي مش غريبه عليهم طبعا جابتهم ورجعوا ليه تاني، وان شاء الله رب العالمين يرجعوا كده ويشيلوا معانا البطولات. كابتن عبد الله يمكن مش بس فوزك ب3 بطولات الموسم الماضي بيضعك تحت ضغط، ده انت كمان كابتن النادي الاهلي دورك كبير جدا ومهم مع اللعيبه، والعلاقه اكيد في توصيل اي شيء خاص بالفريق الاول طبعا مع الكابتن محمد مصلح، فدي مسؤوليه، كابتن الفريق دايما بيكون عليه عبء ومسؤوليه مش امر سهل. والله كابتن عمر زي ما حضرتك عارف يعني اللعبه الجماعيه اهم حاجه، يعني احنا بنتعامل كاخوات وجهات النظر معروفه، الصحوبيه اللي بيننا والعشره اللي بيننا واحنا صغيرين واحنا متربيين مع بعض في النادي دي بتسهل كل حاجه علينا في الملعب، طبعا بنتعامل كاخوات، قلبنا وخوفنا على شغلنا اللي هو اللعب طبعا ده بيبقى مهم جدا، فطبعا ما بيبقاش في اختلاف خالص في اي حاجه وجهات النظر، الحمد لله رب العالمين كل حاجه متقاربه مع بعض، طبعا مع كابتن ميدو مسلحي، كابتن محمود جمعه، كابتن تامر تايجر، طبعا معانا جهاز اعلى مستوى، جهاز محترم جدا، لعبنا معاهم وكان لينا حظ حلو احنا لعبنا معاهم وحضرناهم هم لعيبه طبعا اتعلمنا منهم كتير وحضرناهم هم مدربين، ودلوقتي كابتن ميدو مسلحي طبعا حضرناه هو لاعب ومدرب دلوقتي مدير فني، فبيبقى العلاقه قريبه جدا، فاهمين بعض من سنين مش اول مره نفهم بعض، فطبعا ده بيقرب كل وجهات النظر، بتلاقي الموضوع سهل جدا، بنتعامل في الملعب كاخوات، فالحمد رب العالمين مفيش مشاكل بتحصل، فاهمين بعض بقالنا كتير، فالحمد رب العالمين الموضوع كله سهل. طبعا ودورك مع الناشئين او الشباب الصغير اللي بيتم تصعيده، هل شايف ان هم ان شاء الله ليهم مستقبل كبير في النادي الاهلي، والنادي الاهلي ممكن يعني يعتمد عليهم في الفتره اللي جايه بشكل اكبر؟ والله يعني كابتن ميدو انا شايفه مركز على الموضوع دوت، مصعد يعني السنه اللي فاتت كان مصعد معانا يوسف مرجان، يوسف الصافي، عمر سعيد، عمر ياسر سعيد،
طبعا في محمد سنتر بوك صعد واعد، لا طبعا ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرمهم، يعني بيحسسوني بالواحد لما كنت صغير في نفس السن دوت، طالعين في ناس كبيره بيتعلموا منها، بياخدوا منهم معلومات بينفذوها. ان شاء الله الجيل دوت ان شاء الله مع الجيل اللي مكمل بعديهم ان شاء الله رب العالمين بسبب النادي الاهلي ده، ان شاء الله النادي الاهلي عنده ناس ان شاء الله، عنده لعيبه محترمه هتطلع ان شاء الله رب العالمين بطولة صاروخ ان شاء الله، وتكمل مع الناس الكبيره ان شاء الله باذن الله ويحصدوا البطوله باذن الله. رسالتك كابتن عبد الله للجمهور قبل بدايه الموسم ان شاء الله، وعندكم زي ما انا قلت موسم صعب، فرسالتك لجمهور النادي الاهلي. طبعا جمهور النادي الاهلي يعني الواحد بيحبهم وبيعزهم، وعايز اقول لهم وحشتونا طبعا، وحشونا، واول ما وحشونا وشهم كان حلو علينا في البطوله الافريقيه السنه اللي فاتت كانت في بطوله النادي الاهلي طبعا، وشهم حلو علينا طبعا، وحشنا وحشنا تشجيعهم لينا. نفسي ان شاء الله يرجعوا تاني المدرجات في الدوري والكاس باذن رب العالمين، ويجملوا الملعب بتشجيعهم الهايل، الناس معروف منهم، واقول لهم ان شاء الله رب العالمين اللعيبه كلها يعني من اول جهاز فني، من اول كابتن ميدو مدير فني والجهاز الفني كله، وانا الكابتن فريق واللعيبه كلها ان شاء الله متوعدين باذن رب العالمين هنعمل اقصى ما في وسعنا ان شاء الله، ونحقق كل البطولات اللي هنشارك فيها باذن الله. طبعا المنتخب ووجودك فيه طبعا اكيد برضو مسؤوليه، وبنتكلم على تمثيل لاعب من النادي الاهلي في منتخب مصر، اكيد طبعا بيضع عليه ضغوط اكتر. شايف الفتره اللي جايه مع منتخب مصر ازاي ممكن تمشي يا كابتن عبد الله؟ والله المنتخب يعني احنا في خبره برضك، وفي ناس لسه داخله المنتخب بقى لها سنه او سنتين، احنا في حاله احلال وتجديد زي ما بيقولوا. في شباب صعد واعد، لعيبه محترمه برضك وصغيره، مش زي المنتخب يعني زي المنتخب بتاع 5 6 سنين فاتوا، عشان في برضك وجود بعض الاصابات بيجيب عندنا طبعا نجم كبير زي محمد عبد المنعم، زي احمد يوسف برضك من الناس المؤثره معانا برضك، فنتمنى ان شاء الله ربنا يشفيهم الاصابه ويرجعوا باذن الله رب العالمين ويكملوا معانا في المنتخب. في شباب صعد واعد زي ما بقول لحضرتك، ان شاء الله رب العالمين هيقدموا بطوله باذن الله رب العالمين في بطوله العالم، وتبقى حاجه مشرفه هنا باذن الله رب العالمين، وربنا يكرم ان شاء الله ونعمل نتائج مشرفه ان شاء الله، ترضي ببلدنا اول حاجه، وترضي بجماهيرنا طبعا، جماهير مصر كلها واللعيبه باذن الله. كابتن عبد الله عبد السلام بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا كابتن فريق النادي الاهلي، او كابتن فريق الكره الطائره بالنادي الاهلي، واكيد اتكلمنا معاه عن كل ما يخص فريق الكره الطائره استعدادا ل الموسم القادم. كل التوفيق ليه إن شاء الله ولزمايله في الموسم.